الآن استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. وخلال اللقاء أعرب السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقتها بروسيا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيرا أن مصر تتطلع إلى استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة قريبا. من جانبه نقل لافروف للسيسي تحيات الرئيس بوتين وتقديره للتعاون المثمر بين مصر وروسيا، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ مشروعاتها في مصر وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ومشيرا أن روسيا بصدد الوقوف على الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة. في سياق آخر، التقى الرئيس السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الذي يضم شخصيات دولية بارزة وعدد من الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والثقافة. واستمع السيسي خلال اللقاء إلى رؤى أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية بشأن تعزيز دورها، وأعرب عن تقديره لدور المكتبة ولمجهوداتها في نشر العلم والثقافة، مؤكدا قدرة المكتبة على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأثر التكنولوجيا البازغة في المجالات كافة. هذا وقد وجه مدير مكتبة الأسكندرية مصطفى الفقي الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه للمكتبة، فيما أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن تقديرهم لجهود الدولة بمجالات الثقافة والمعرفة وتعزيز جهود التسامح وقبول الآخر. تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور المركزي في بورسعيد للوقوف على معدلات الإنجاز قبل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وأشادت زايد بحجم الإنجاز الجاري من أعمال وتجهيزات، ووجهت إلى الإسراع في إنهاء التجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بالمستشفى وفقا للجدول الزمني المحدد، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع يوليو المقبل. في الشأن العربي، دفعت قوات الجيش الليبي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس، وأعلن المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية الدفع بتعزيزات كبيرة من الصاعقة بهدف تحرير العاصمة من الإرهابيين والميليشيات المسلحة. وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن هدف العملية العسكرية الراهنة لا يتعدى مكافحة الإرهاب في طرابلس. رياضيا، منيا الأهلي بخسارة كبيرة أمام فريق سان داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. جاءت أهداف سان داونز في الدقائق 14 23 47 وأيضا 62 83. هذا وبات الأهلي في حاجة إلى معجزة قوية في مباراة الإياب أمام سان داونز من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.